المخرج اللبناني أحمد خصين، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. نحن على موعد مع عرض فيلمك جدار الصوت ضمن أيام الفيلم اللبناني. طبعا حضرتك بتحمل برصيدك عدد من الأفلام الوثائقية وعدد من الأفلام القصيرة، وأحد الأفلام القصيرة وايت نوز مبني يمكن أو مستوحى من قصة حقيقية، وطبعا بتطرق لحرب التحرير في لبنان بال2006، ويمكن شخصيا عايشت هاي الحرب. فبكل هاي المعطيات تحكي لنا كيف قررت تحكي قصة مروان بهذا الفيلم؟ هو بداية الفيلم منطلقة من مستند إلى يعني قصة حقيقية، اللي هي إذا بدك أخذتك بس عمود أنا أو كلاين بالفيلم، اللي هو إنه في ناس بيعلقوا وعدوه بيجي بيقعد فوقهم، واللي هي على فكرة بالأخير منا حدث كتير جديد بتتعاطى فيه السينما إذا بدك، يعني خاصة بقصة إنه الناس اللي بتعلق بمطرح واللي بصير مصائرها العلاقة بعدو خارجي عم بيحوطها. فبس هو بالاخر شيء كل مخرج بيتعاطى من انه شو عنده شيء يقوله او شيء نظره جديده اذا بدك يقدمها، نظره جديده من ناحيه سينما، لغه سينمائيه، من ناحيه تفكيك لقضايا المجتمع، ومن ناحيه السياسه اكيد. فاستندت على هيدي الحدوته الصغيره اذا بدك اللي سمعتها وانطلقت منها، وما كثير عبرت اذا بدك كحدث 2006 اللي هي الحرب، انه صحيح منطلقه من هذا من هذا الحدث، بس بالاخير كنت كثير عم بنحت شخصياتي وبنحت اللغه اذا بدك اللي عم بتصير كاهتمام بثلاث مراحل يعني او ثلاث مستويات اذا بدك، اللي هي المستوى الاولى اللي هي الحدوته اللي العلاقه بمروان اللي بده يطلع، اللي هي علاقة البي مع ابنه اللي بده يطلع يجيب بيه وينزله ما بيلاقي بيه، فهذا كان انطلاقة، واللي هي كمان في كاركترات بتعلق، هذا هيك لاير أول. لاير تاني إذا بدك اللغة اللي بدي شكلها من الصوت وصورة وعلاقة الممثلين بكل هذا الشيء، بالتالي أي لغة سينمائية بدك تحاول تعبر عنها أو بدك تحاول تقولها، يعني بالتالي بالأخير كيف بتطل انت على هذا الواقع وشو عندك نظره نقديه بتقولها او نظره محاوله تسليط الضوء على روايه مختلفه عن الروايه الرسميه اذا بدك، اللي هو هذا بيجي كمان بينعكس على الري الثالث اللي هو له علاقه بسياسي اجتماعي اللي كنت عم حاول بشكل غير مباشر اذا بدك كمان انه هذا الانتصارات اللي بنعيشها نحن بالحروب بعالمنا العربي أو كان بلبنان بيسوى ينشاف من غير نظرة، مش ضروري بس نظرة نقدية، بس بيسوى ينشاف إنه الحروب شو بتخسرنا، كيف نخسر قصص من إنسانيتنا، وطبعا مثلا بالفيلم عبر الانتظار أو عبر انعكاس حركة الكاميرا إذا بدك أو انعكاس شخصياتك بهالعلقة اللي بتصير، وقدي بتأثر هذا الشيء على قرارات الشخصيات اللي بتاخدها، واللي بالأخير مثلا مثل مروان تعرف على بيو ضمن كاركترات مختلفة وبطل آخر شيء ناطر بيو لأنه صار اهتمام بمطرح تاني، والهالكاركترات التانيين اللي ناطرين حدا يجي ينقذهم وما بيجي بينقذهم، وبآخر الفيلم كيف بيصير دمار عالمهم كلهم أو حتى دمار عالمه لمروان اللي كان لازم ياخذ قرار انه بده يفل وما انه قادر يفل، مثل ما كلنا عايشين على القليل بلبنان اذا مش عم بحكي عن العالم العربي بمصائر دويره بتبرم كل الوقت، انا بنتمي هذا البلد وماني بدي فل منه، بس اخر شيء كلنا مضطرين كلنا نفل بشكل او باخر، واللي باقي تهجر داخليا حتى. بسام هلا احكي مروان، هي طالع على الجنوب ساعتين وبوصل، بس دو بوصل شو جايبك لعمي؟ بدي نزل بيي على بيروت. وين؟ ليش في طرقات امني؟ ما في حدا هون، ماني لحدا. وقفوا! انت شايف معنا ما عيلت ولادك بالحياة؟ ها؟ اجوا الشباب وقالوا لنا فلوا من البيت. كيف بدي فل؟ إننا محتاجون اليوم قبل الغد إلى موقف عربي. هاي
في غداء سأمش يا سيد ريمان روح لازم يفك من هون خدي بس صمتنا باخدك مطرح ما بدي نسافر انا وياك سوا واذا بدك ما نرجعش ما بنرجعش طب نحكي أكثر عن دلالات يعني عنوان الفيلم، احنا بالعربي بنقول جدار الصوت، بالانجليزي بالمقابل All This Victory، نحكي عن دلالات هالعنوانين. والله هو عادة أنا ما بحب يعني العنوانين المختلفين، بس هو العنوان الأساسي كان All This Victory اللي هو بيقول كتير كمان من شو بدي بالفيلم، يعني إنه في شيء نقدي لهالانتصارات اللي نحن منعيشها كل الوقت، وعنا هيدا عنا هيدا الشيء بعالمنا العربي إذا بدي، كل ما نخسر كنا أو كل ما نقول نكسي أو كل ما يعني بنرفض نعترف بخساراتنا وشو بتحمل هذا الشيء لحتى نسأل أسئلة لحتى ما نوقع بقى بالخسارات، مزبوط إنه بتسأل أسئلة نقدية حتى ما يتكرر هذا الشيء. ما عنا هذا الشيء بلبنان، بنحمل كل شيء لانتصار، صار خبرية انه منتصرين هي شعار بيمحي كل شيء أسئلة نقدية. فكان بدي كل هذا النصر اللي هو العنوان الأساسي، بس كل هذا النصر كان بس تقنيا بالعربي كتير تقيل لفيلم سينما، ولأنه الصوت له دور أساسي كتير كبير بالفيلم فوصلنا إخر شيء عم نعمل الصوت للفيلم، يعني خلص الفيلم عم نعمل الصوت. فرنا عيد كمان اللي عاملي كل التوليفة للصوت، طلعت الفكرة من الاستوديو تبعها، يعني مع أنه في جدار وفي صوت، والصوت كتير موجود كتير قوي بالفيلم، فبيحمل العنوان العربي يكون مختلف عن العنوان الإنجليزي لأنه تقيل العنوان العربي فقط، هيدي هي. فطلع جدار الصوت، واللي هي كمان جدار الصوت إذا بدك ردة الفعل الأولى، يعني بس يطلع جدار الصوت اللي هو خرق جدار الصوت إذا بدك، نحن معودين عليه بلبنان، نحن كتير بيطلع الطيران بيعمل صوت كتير كبير مثل انفجار كده، هو منقوله نحن خرق جدار الصوت. فجدار الصوت هو ونحن منعيش بردة الفعل الأولى تبع جدار الصوت، والكاركترات تبعنا وشخصيتنا هيهن كمان بهال ردة الفعل الأولى على الحدث، يعني هو كل الفيلم له علاقة بردة فعل لما اقتحموا لجنود البيت، وعايشين بردة الفعل على ردة الفعل الأولى على الحدث الحربي اللي هنا بدهم ينقذوا حالهم. فحسيت أنه في شيء بيركب هون بالعنوان، فاخترت عنوان عربي منفصل عن ترجمة الإنجليزي لأنه كل هذا النصر بشع هيكون يعني العنوان. في بيجيبني لسؤالي اللي وراء، انه برضه للي بيحضر الفيلم بيلاحظ انه هلا احنا بنعرف السينما قد ايه بتعتمد على الصوت والصوره وعلى الصوره بشكل اساسي، فاسلوبك الاخراجي بانه لا نعتمد على الصوت اكثر، يعني لدرجه مثلا انه ما منشوف مشاهد من الحرب اللي عم بتصير برا، ما منشوف ولا حتى يعني مشهد لوجوه او للجنود الاسرائيليين اللي موجودين بقلب البيت، فشو يعني سبب اختيار هذا الاسلوب؟ انا بكره الصوت لانه يعني بلبكني كتير الصوت بالسينما فبالأفلام تبعي، فيمكن بعمل جهد كتير كبير لحتى أقدر حس إنه الصوت عنصر أساسي من العناصر تبع الفيلم، مش بس الكاميرا، مش بس الممثلين، مش بس السيناريو، مش بس الحدوتة. فلأنه بلبكني الصوت كنت بعمل كتير جهد إنه أقدر لاقي شيء يصير للاهتمام بيمشي حد الصورة وبيمشي عكسها بنفس الوقت. عملت هذا الشيء بأبي مازال شيوعيا اللي هو معتمد كتير على كاستات أمي كانت تبعتهم لبيي، فكل الفيلم هو عبارة عن هالكاستات، وكنت عم جرب الصورة تكون بعكس تماما هذا الشعور اللي عم بيعطيك إياه الصوت. جربت كمان هذا الشيء بالفيلم، ووقت الكتابة استنتجت أصلا أنه في شيء موقف سياسي أصلا، أنه أنا ماني مهتم صور جنود إسرائيليين أو صور هذا العدو، لأنه بيحمل أنه بيكون وان لاير إذا بدك ليفل واحد أنه العدو فالشر، وبالنسبة إلي السينما ما بتتعاطى بس مع ليفل واحد اللي هو الشر، إذا بدي جيب هذا العدو بدي فككه، بدي أشوف مستويات مختلفة تبعته. على كل حال بالصوت بالفيلم منشوف، يعني إذا اللي بيفهم عبري بيعرف أنه كمان هني هودي الشخصيات جنود بيحملوا كاركترات مختلفة متناقضات بيناتهم. ولأنه ماني مهتم كمان بتصوير الحرب بلبكني كل الوقت نصور حروب، نصور مشاهد دمار، وهذا
كمان يعني قصة تانية بالفيلم يعني. وطبعا فيلمك أحمد يعني هو لازم نقول أنه حائز على جائزة الكبرى في أسبوع النقاد الدولي في مهرجان فينيس، وهو مهرجان مرموق، بالإضافة لجائزة الجمهور وجائزة المؤثرات التقنية. حابين نحكي عن مشاركتك طبعا بكتابة السيناريو. ما بنقدر نقول أنه الفيلم اعتمد بشكل أساسي كتير على الحوار، لأنه زي ما قلت في كتير يعني لحظات صمت، ولكن ما كان في خطاب سياسي مباشر بالفيلم. فهل أنت مع هذا النوع من الأفلام اللي ممكن تكون أفلام سياسية ولكن بهذا الأسلوب؟ نحكي عنه أكثر. لا، هو مجرد ما يكون في حروب، ومجرد ما يكون في مصائر، واحد طالع يدور على بيه، بيتعرف على بيه انه كان مقاتل بحزب، هو السياسي موجوده. اكيد ماني مع المباشر، السياسه المباشره، اي خطاب مباشر. يمكن بغير فيلم في اعمل خطاب سياسي، هذا الفيلم ما كان بده، كنا بدنا نبحبش اكثر من بس خطاب سياسي مباشر. كان في زلمه مهزوم عم يجرب، كان بالثمانينات يغير، بالسبعينات يغير الضيعه بافكار وما قدر يغير شيء، وبقوله كان بدي الإحساس، ما بدي الخطاب هو اللي يوصل لك هذا الشيء، كان بدي الإحساس اللي هو بيخليك تحملي أسئلة كمان، وبيخليك يعني هذه شغلة السينما. أكيد في تحديات للتصوير في مكان مغلق أو في مكان محصور، نحكي شوي عن التحديات، وفي المقابل ممكن يكون في مميزات من ناحية الإنتاج وما إلى ذلك. صح، التحديات هي على كل الأصعد، يعني أنه الممثلين اللي كتير بتشكرهم وعملوا جهد كتير كبير، كيف يبقوا بمطرح واحد وما يروح هذا الشيء صوب المسرح إذا بدك، ويقدروا يتابعوا، لأنه نحن عملنا التصوير متتابع، يعني متتابع بمعنى مثل ما مكتوب السكريبت لما كنا بالبيت، يعني بده يجي بالترتيب بالتالي كرونولوجيكلي، يعني بدهم يجوا تاني يوم بده الحالة اللي كان فيها قبل بيوم، وبده يتذكر الحالة ويرجع يعيش فيها، لأنه ما نكمل، مش إنه يوم بالمكتب ويوم ببيت ويوم في حالات مختلفة له. فالتمثيل كان تحدي كتير كبير. حركة الكاميرا، والكاميرا مع شادي شعبان، اللي هي أمتى الكاميرا بتتنفس وتطلع لبرا، أمتى بتضلها جوا، أمتى محمولة بمكان ضيق جدا، قدي التنوع لازم يكون، قدي مخلص للغة الفيلم بده يكون. فهذا كمان تحدي. الصوت، لأنه كمان الصوت إنه بالأخير كيف بدنا نعمل رياكشن على الأصوات اللي عم تصير برا، كيف بدنا نعمل ردة فعل، أي متى، وعم تتابع. يعني صار في شيء تقني وفي شيء نظري إذا بدك. كان كتير تحدي إنه يتصور بمطرح واحد، وهذا بيرتب كتير تحدي على المخرج، يعني لأنه هو داير خيوط كل هذا الشيء. نرجع لسؤال إنه كيف ممكن المشهد الإنتاج السينمائي عم بيكون في لبنان؟ عنا سؤال كتير كبير هلا بلبنان، سؤال كتير كبير وكتير مهم بلبنان، هي أي صورة بدنا ننتج، يعني أو أي صورة بدنا نطلع بعد ثورة، بعد ثالث أكبر انهيار اقتصادي بالعالم أو الأول من 200 سنة، وثالث أكبر انفجار مش نووي بالعالم، دمرت نص المدينة. بالتالي نحن عايشين بردة الفعل حاليا، وعايشين بالفيلم إذا بدك، بطلنا نحن عم نشاهد هذا الشيء، نحن عايشين فيه، نحن جزء منه. بالتالي في سؤال كتير كبير إنه مننتج، شو مننتج؟ في قصص كتير نخبرها بس ما نحن القصة بنفس الوقت، بالتالي كيف نخبرها؟ نعمل دراما، الرياليتي الواقع أكتر كبير منا، بنعمل وثائقيات، والوثائقيات هل بتقدر توصل لقوة الواقع اللي عم بيصير بالمدينة؟ بهذه الأسئلة بدها وقت، يعني ما بيتجاوب عنا، ما بتخيل كمان انه نسأل أسئلة كتير كبيرة نظرية ونوقف عندها فقط بدون ما نجرب، فحيطلع كتير هلأ، حيطلع منيح ومش منيح، حيطلع ناس عم تعمل صورة كردة فعل، حيطلع ناس يمكن صابت شيء معين، ناطرين وبدنا نشوف. هذا نقاش يوميا إذا بدك مفتوح بالمدينة، انه بعد هالواقع الكتير قوي اللي صرنا نحن الفيلم إذا بدك، وين الخط الفاصل بين الواقع وبين الخيال، وين الخط الفاصل، أي نوع وثائقيات، شو هو الوثائق اللي بده يوصل لحدود قوة الصورة وقوة اللحظة، وخاصة أنه مثلا مثل صورة الانفجار اللي صرنا
يعني اجتاحتنا إذا بدك. هي صور الدمار كتير قاسية بتجتاحك، بتصير هي بشعة بحد ذاتها، يعني بتصير صورة مدمرة، هي بتصير صورة دمار بحد ذاتها، مش بس عم تنقل صورة الدمار. تمام، شكرا لك أحمد، وسعيدين جدا بوجودك اليوم معنا، نتمنى لك كل التوفيق بأعمالك القادمة. شكرا للهيئة الملكية الأردنية على الاستضافة، لأنه كمان أنه يسافر وقت كورونا الواحد يعرض فيلمه قدام الجمهور، هذا الشيء اشتقنا له صار كتير زمان بالنسبة إلي، فبتشكركم على هذه الدعوة.